معانا أم نور من مصر، أهلا بيكي. السلام عليكم، عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، أهلا وسهلا. أنا لي شهر وعايزة نوصل لحضرتك، وسبحان الله يعني أخيرا ردت علي. أنا من المدومة، تمام، من سوهاج، يعني ممكن كل مكالمة دي وممكن يدوا وياخدوني، يعني بعد ما نقول لك اللي حصل. يعني ده لمؤاخذة، كان اشتغل ممثل، أقسم بالله كان خد جائزة الأوسكار، تمام. أنا من المدومة اللي دي زارها السيسي كان هب الصبح. يعني أنا عايز نعرف هو ليه سنتين وقالوا داي المدومة، كل شوية يقولوا داي، كل شوية يقولوا داي. أقسم بالله القرية تحولت إلى معسكر، يعني لو أهل بحر يعرفوا إن السيسي داي، أقسم بالله لو طلعوا مظاهرات لكانوا وصلوا المقر الرئاسي، يعني بروقان كده بأهون حاجة. يا دكتور اقسم بالله الترع كلها من اولها لاخرها مراكب صغيره بعساكر بطول الترع على كل، يعني بص، جميع حته البيوت اتقفلت من 3 ايام، فيش حد يطلع من بيته، اقسم بالله ما حد يطلع من بيته. واللي يفتح شباك البلكونات اللي الناحيه الحته اللي قاعد فيها، انا اتكلم بسرعه بس عشان نجيب حاله بسيطه من اللي حصلت، على البلكونات قناصات، على الشبابيك قناصات، اخذوا الناس اللي قاعده تتكلم، 50 اتوبيس جايه مليانه ناس من عندهم، والله العظيم ما بزود كلمه، يمكن اقل حاجه بقولها لك، جايه ناس لابسه مدني، لابسه جيش، الله اعلم بها جايبينها منين. دي الساعه يوم الخميس الساعه 5 الصبح الفجر، دخل قسم الشرطه لغايه الساعه 8 لما الناس نزلت من الاتوبيسات في النادي اللي قفلوه من فوق وعملوه قاعه علشان الناس تدخل، تمام. دي حاجه، داي ليه؟ انا بس عايز اعرف هو دي المدومه ليه؟ داي 5 مدارس من 94 معمولين. المدومه دي لما حوالي، يا دكتور يا ريت تديني بس الفرصه ما تقطعش عليا، لما حوالي 7 كرة من لهم 80 سنه و100 سنه، المدومه معروفه اوسع قريه هنا، مش السيسي اللي عمل ده كله، اللي عمل نقول لك 4 سكك تودي على الكره، ما نعرفش بيضحكوا على مين، كل 6 اسفلت 200 متر من سفلته، اقسم بالله السكه لا مشت ولا انا مشيت، يجوا في المدومه ويمسكوا السكه اللي سفلتوها ويمشوا جباها، اللي ما لقوا بعدها لا مؤاخذه تراب بعد 200 متر بس، يعني انت تبص كده تقول بسم الله ما شاء الله، ايه القريه دي؟ تمشي في السكك اللي من سفلته، كل سكه 200 متر وتوقف الاسفلت، تمام؟ اللي هي البوسطة، ايه اللي عملوا؟ لا مؤاخذة بس هي الترع اللي هي تبطلت الناس اللي كانت غلبانة، اللي هي لا مؤاخذة اللي احنا نقول عليهم ايه، اللي بالخيش وبالغنم، كانوا بيرعوا فيه، نجيلة كانت على الأرض الأول كانوا بيرعوها، زعطوهم، هل ودوهم فين؟ لا مؤاخذة، وحدة مات ولدها أقسم بالله، وحدة دابوا قبل ما تجيب سيدي دابوا كراتين فرجوها، احنا عندنا هنا في الـ في الـ في القرية اللي متربي من بيت أبوه، احنا عائلات، تمام؟ اللي متربي من بيت أبوه ومتربي على العز، مستحيل يا سيسي وحدة تطلع زي ولا زي أيها وحدة من عيالي تطلع تتلقى كرتونة لو هتاكلها بملح، اللي طلعوا لك يا سيسي زي مصطفى بكر وأحمد موسى اللي أصلهم عبيد، عندنا هنا، تمام؟ هم اللي طلعوا لك وطبلوا لك، لانك العبد مهما حررت بيفضل عبد من الاخر. نشكرك يا ام نور والله جدا على كل الكلام اللي حكيتيه. يعني في كواليس زياره عبد الفتاح السيسي، دي الصوره الثانيه يا جماعه، الراجل راح وعمل احتفاليه ومصطفى بكري واحمد موسى، ام نور بتحكي لكم الصوره الثانيه بقى اللي اهالي قريه ام دومه في سوهاج عاشوه مع عبد الفتاح السيسي. المكالمه دي مهمه جدا وفيها تفاصيل كتير قوي على مسؤوليه ام نور، يعني هي بتقول انها من اهالي القريه وحكت اللي احنا ما شفناهوش قدام كاميرات التلفزيون.